معنا من الرياض عبر الهاتف الدكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. دكتور صباح الخير، أهلا بك معنا. موقف السعودية كان واضح بإعلانها تأييدها الكامل للضربة الأمريكية ضد الأسد في سوريا، كيف ستؤثر على دعم إيران وروسيا الحليفين للأسد؟ من المؤكد أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي بضرب واحدة من أكبر القواعد العسكرية السورية التي منها انطلقت تلك الطائرة أو الطائرة تحمل الغاز المتفجرات التي ذهب ضحيته الأعداد البشرية المظلومة في خان شيخون. وهذا الحدث الذي هز ضمير العالم وجعلنا في منطقة العربية نتساءل، هل الضمير العالمي لا ينظر إلى ما يحدث في منطقة العربية بعين الإنسانية، بأننا من الإنسانية، نحن من البشر، لماذا نتعرض لكل هذا؟ ولذلك كان هناك لوم للولايات المتحدة الأمريكية منذ الإدارة السابقة المترددة، ولكن أعتقد أن الإقدام لرجل مقدم وهو الرئيس ترامب للقيام بهذا العمل عاد الثقة إلى الضمير العالمي أن هناك من يناصر المظلومين. نعم، كان النظام السوري ومعه الإيراني ومعه الروسي ومعه كل هؤلاء والمتطرفين واليساريين والقوميين من أبناء جلدتنا يشيطنون الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف أيضا أن لها أخطاءها في منطقتنا، ولكن يعني انسحابها عن المنطقة نتيجة التردد الإدارة السابقة هذه الويلات على الشعب السوري. الآن المملكة العربية السعودية تقف بقوة مع التحالف الدولي وتقول الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، وتقول منذ اندلاع الفتنة في سوريا أن النظام السوري من أهم وأشرس الأنظمة دعما للإرهاب، بل هو الإرهاب بذاته، وأن الذين يدعمون هم الإيرانيين وميليشياتهم، أيضا أنهم هم أولئك الذين يدمرون ويقتلون الشعب السوري ويحرضون أيضا، وهم سببا في نشوء الإرهاب المتطرف الممثل في داعش. ولذلك أنا أعتقد أن هذا تحول كبير جدا في مجريات الأحداث في سوريا، وروسيا ستجد نفسها عاجزة حينما كانت تعتقد أن الأمر كله بيدها في سوريا، وإيران أسقط في يدها، ومن يدعم إيران أو من تدعمه إيران بالميليشيات أعتقد أنهم الآن يعني في وضع مزري، وإن شاء الله الأمل القادم لإنقاذ هذا الشعب السوري الذي شرد وقتل ودمرت مدنه برؤية جديدة، بمواقف دولية جديدة تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور، هذا فيما يخص دعم الإرهاب في سوريا والنظام. بخصوص الأسلحة الكيميائية التي ما تزال بحوزة الأسد في سوريا، بحسب مستشار ترامب يؤكد أنه ما تزال هناك أسلحة كيميائية في حوزة نظام الأسد، هل هذا التحذير كاف لعدم تكرار الهجمات الكيماوية من قبل نظام الأسد على شعبه؟ من المؤكد أن النظام السوري ومعه الإيراني ومعه الروسي أيضا من أكثر الأنظمة تغطية للحقائق وفبركة للأكاذيب. حينما قام النظام السوري بضربته الأولى عام 2013 بضربة مؤلمة بالسلاح الكيماوي، كان هناك موقف انه الاتحاد روسيا وامريكا اتفقوا على انه تصفى سوريا من هذا السلاح، ولكن في الواقع انهم غطوا على حقيقة الامر. لا زال النظام وبمعرفة ايران وبمعرفة روسيا يمتلك سلاح هذا الدمار الشامل اللي هو الكيماوي، ولذلك اعتقد ان الادارة الامريكية بإدارة ترامب لن يتوقفوا لحتى ما يصفوا سوريا من كل هذه الأنواع الأسلحة، ليس فقط تفاديا لاستخدامها مرة ثانية، لكن ربما الوصول إلى من تستر عليها ومن استخدمها ضد الشعب السوري
وهذه بداية الموقف الأمريكي الواضح ومعه الموقف الدولي. الآن الموقف الدولي مناصر ومؤيد لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الموقف الدولي كان عاجزاً أمام تردد الإدارة الأمريكية، ولكن الآن أعتقد أن الأمور أخذت مجرى آخر مختلف. شكراً جزيلاً لك لهذه المشاركة. حدثنا من العاصمة السعودية الرياض عبر الهاتف الدكتور محمد آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً.